هو معانا على التليفون باشمهندس. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا بمسي على حضرتك. اهلا بيك. بمسي على الكابتن احمد ناجي طبعا، وبمسي على الكابتن علي رمزي. اهلا بيك يا باشمهندس. سيادتك والعفو العفو العفو. دلوقتي احنا كنا بنشكر حضرتك على ان انت مش مأخر علينا اي حاجة. لا العفو العفو العفو. كل الاجهزة الحديثة اللي احنا محتاجينها في الشغل وفي التدريب. العفو ده انا ليا. والنهاردة والنهاردة كمان بحكمتك ورؤيتك الحلوة بتجدد لأحمد سامي مدرب كبير جدا. حضرتك طبعا ولسيادتك، ده احنا لنا الشرف. الله يخليك. قيمة كبيرة قوي يا كابتن. ربنا يخليك. ده حضرتك انا لما عاشرت حضرتك واقتربت من حضرتك بجد بجد انسان راقي بكل ما تحمله كلمة من معنى. العفو يا كابتن احمد. اولا انت حبيبي من زمان قوي قوي طبعا. وانا بحبك وبحترمك وبحب الكابتن هاني رمزي، وبحبه وبحب كل الاهلاويه طبعا. ربنا يخليك يا باشمهندس، كل التوفيق طبعا لسموحه، وبنقول لك مبروك تجديد. وده هو ده الاستقرار اللي يمكن بالنادي بيه جميع الانديه. دي الحكمه اللي انا بقولها. اه بالظبط، يعني الرؤيه المستقبليه لازم مهمه جدا، والكابتن احمد بيشيد بان حضرتك كمان على المستوى على مستوى متطلبات المدير الفني والاجهزه الفنيه دايما حضرتك بتوفرها بشكل ايجابي. بنقول لحضرتك بالتوفيق ان شاء الله لفرقه سموحه. لكن نروح للنادي الاهلي، رؤيه طبعا الباشمهندس فرج عامل لمشوار النادي الاهلي وحصوله على البرونزيه وحصوله على ثالث العالم في قطر. حاجه عظيمه طبعا، شيء مشرف جدا، مشرف لمصر كلها والتاريخ الكره في مصر والتاريخ النادي الاهلي، ويعني وحاجه نموذج يعني يحتذى به، يعني حاجه قياده الكابتن محمود الخطيب طبعا واستاذ النادي الاهلي وفلسفه النادي الاهلي والروح اللي موجوده في النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي واصرار الناس كلها على الانتصار والعزيمه والاراده والصبر والاستمرار في الكفاح وفي العمل المستمر. طبعا هو ده اللي وصل الاهلي لهذا الكلام. الاهلي ده مش لاعب، لا ده تيم كامل. يعني حضرتك بتجد ان اي لاعب بيدخل في الاهلي سواء يعني لاعب كبير لاعب صغير بينصهر النادي الاهلي، فالبطل هو الاهلي نفسه. صحيح. يعني مفيش حد بيسعى لبطوله فرديه، لا الاهلي هو البطل، هو البطل الحقيقي. ففي انكار للذات، حتى احنا لما بنشوف حد من لاعبي الاهلي المميزين بيروح فريق تاني بنجد مختلف، اختلاف في طريقه اللعب وفي الاسلوب وفي التفكير والكلام ده. فشخصيه الاهلي بتطغى على كل من في الاهلي. سواء اداري، سواء مدير فني، سواء لاعب. طبعا كابتن الخطيب طبعا بيجي ورا بعد الكابتن حسن حمدي مثلا، قياده جباره، قياده ممتازه، راجل صبور جدا، راجل هادي جدا، عارف كل حاجه، واضح، عنده القدره على اتخاذ القرار، انسان صادق امين، يحب الاهلي جدا، عنده ذكران للذات. فطبعا انا بحييه وبحيي كل منظومه الاهلي طبعا، مش عايزه كلام. باشمهندس اتفضل. الاهلي خلاص يمكن قفل صفحه الموسم اللي فات وبدا مشوار جديد وتاريخ جديد، وان شاء الله يعني خلاص مستهل مشواره في دوري ابطال افريقيا العشره باذن الله من يوم غد، يعني احنا بقينا نقدر نقول الثلاث بكره ان شاء الله. كلمني باشمهندس عن رؤيتك لمباراه الاهلي والمريخ، بتمثل ايه بالنسبه للنادي الاهلي وكذلك اللعيبه؟ هي مباراه صعبه طبعا، سهله يعني احنا ما يجيبش ان احنا نرتكن الى ان الاهلي البطل، لان الاهلي لما هيلعب في الخرطوم اولا المريخ عنده هو الثاني النادي الثاني في الشعبيه، لكن عنده خمس تدعيمات. نعم عنده خمس تدعيمات كمان في صفوفه. عنده اولا شعبيه كبيره جدا وجماهير بالرغم ان هم ناس طيبين لكن بتشجع بجنون، غير كده ان هو عمل تدعيمات كبيره قوي في الفرقه بتاعته، فالفرقه بتاعته مش سهله. يعني المباراه ده وان كانت اول مباراه للاهلي دي المفروض تبقى مباراه نهائيه. يعني ده زي نهائي، مش صحيح. مش في دور مش مباراه في مجموعه. لا دي مباراه قويه جدا جدا، وانا شايف ان اللي هيكسب المباراه دي هو اللي هيبقى بطل المجموعه بتاعته. المباراه اللي جايه دي انا بتمنى طبعا للاهلي كل التوفيق،
لكن بقول لهم واكيد طبعا هم عندهم الفكر ده عايزه تركيز شديد من اول لحظه لاخر لحظه، لان كمان الملاعب في السودان مش مستويه بالقدر الكافي، او يعني بتعرض اللاعبين للاصابه واللعيبه مستاهل انها تلعب على الملاعب في السودان. يعني مباراه صعبه بكل المقاييس ومباراه فيها كفاح، ونتمنى ان الاهلي يخرج منها منتصرا ان شاء الله. انا بتفق بتفق مع حضرتك، لان دايما البدايات في اي بطوله بتبقى بدايات مهمة جدا جدا. المريخ السوداني من الفرق المحترمة، إن شاء الله النادي يبدأ أول خطواته للعشرة إن شاء الله بنجاح أمام المريخ السوداني. لكن عايز أعرف من حضرتك، سموحة في مشواره في الدوري في المركز الثامن دلوقتي ب 17 نقطة، طموحات المهندس فرج عن السموحة، وخاصة كمان المباراة اللي جاية لسه بتكلم مع الكابتن أحمد، مباراة الكؤوس مع ديكيرنس في الدور ال 32، شايف إزاي المباراة اللي جاية وطموحات سموحة إن شاء الله في الدوري السنة دي؟ والله أنا كل مباراة، يعني إحنا مش عايز أقول لو كنا كسبنا المباراة اللي فاتت دي كنا دخلنا، لسه بتكلم مع الكابتن أحمد، مباريات كتير يمكن التعادل كان كتير شوية في بعض المباريات، لو كنتوا يمكن كسبتوها كان زمان كل الوقت في المربع الذهبي. هقول لسيادتك حاجه، في تعادلات بسبب اخطاء مننا كتيره، وفي احنا برضو في ثلاث مباريات تعرضنا لظلم تحكيمي كبير قوي. المباراه اللي فاتت دي كانت شرسه جدا، لكن طبعا اللاعب بتاعنا او نجمنا ونجم الاهلي هو اخطا ان هو ضرب طبعا لاعب من محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم يعني هو راجل واعد جدا يعني، لكن هو ما قدرش يحافظ على اعصابه، فكان ناتج عن ذلك ان احنا تعادلنا. يعني انا شايف ان خروج محمد عبد المنعم، وده راجل يعني ركن اساسي ولعيب يعني مهم جدا في فريق سموحه، ادى الى ان احنا تعادلنا ولعبنا ب 10 لاعبين من بدري قوي، فده ادى فرصه لان الجيش يعني ايه هجوم متتالي، كانوا بيلعبوا كانت مباراه حماسيه جدا صحيح، لكن كتب لنا ان احنا يعني ما خسرناش هذه المباراه صحيح، لكن صحيح. ان شاء الله احنا عندنا امل في اللي جاي، خاصه ان احنا عندنا عدد كبير من اللاعبين، فرقه متكامله، في عدد الغالبيه العظمى فيها لاعبين صغار السن وناس ولاعبين موهوبين ولهم مستقبل كبير وعندهم عزيمه واراده، والكابتن احمد سامي والكابتن احمد ناجي وكل الجهاز الفني والكابتن هاني العجيزي طبعا وكابتن احمد صالح صالح. يا باشمهندس ما شاء الله عندكم فرقه محترمه، لعيبه متوسط اعمارها صغير، جهاز فني على اعلى مستوى، طبعا بنتمنى لك كل التوفيق مع سموحه، وان شاء الله تتحقق طموحاتك السنه دي، وان شاء الله حتى على المستقبل البعيد يكون في تخطيط على مستوى جيد يليق باسم نادي سموحه. مهندس فرج عامر بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا. فاصل، وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير احمد ناجي.